ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن ما يتحقق من نجاح للمنطقة في مجال استضافة السباقات العالمية جاء بفضل ما تميزت به دول المنطقة في التنظيم والإعداد لها، منوها سموه بالنجاح الأخير الذي حققته الإمارات باستضافتها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2019، مشيرا سموه إلى أن دول المنطقة أصبحت محط أنظار الجميع عبر نجاحاتها المتواصلة في استضافة السباقات الدولية، وهو ما أسهم في ظهور حلبة البحرين الدولية وحلبة مرسى ياس بأفضل صورة عكست حجم الخبرات التي تزخر بها بلداننا والروح المسؤولة التي يتحلى بها أبناؤنا وحرصهم على رفع أسماء أوطانهم عالميا. لافتا سموه إلى أن الجهود التي تتم من أجل تحقيق التميز في تنظيم سباقات الفورمولا 1 عاما بعد عام، وأوضح سموه أن ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة من علاقات متميزة مرتكزة على أسس متينة من الروابط التاريخية التي يسعى الجميع لتعزيزها على كافة الأصعدة، وذلك في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية الراسخة من رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله. جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله أمس سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2019 في حلبة مرسى ياس بأبوظبي، حيث أن سموه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بنجاح استضافة الإمارات لهذا السباق، متمنيا للإمارات دوام النماء والازدهار وللقائمين على حلبة مرسى ياس لسباقات الفورمولا 1 مزيدا من التوفيق والنجاح. وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد قام بجولة تفقدية لحلبة مرسى ياس اطلع خلالها على الإعداد والتجهيزات النهائية قبيل انطلاق السباق، حيث أشاد سموه بما لقيه من تطور وحرص على التميز في استضافة هذا الحدث العالمي، مؤكدا أن تميز حلبة الإمارات في هذه الاستضافة سيضاف إلى سجل إنجازات دول المنطقة في استضافة السباقات العالمية، مشيرا إلى أن هذا النجاح يأتي بعد نجاح آخر أسعدنا جميعا، وهو تميز المملكة العربية السعودية الشقيقة باستضافة السباق الافتتاحي لسباق الفورمولا A لهذا الموسم. وقد التقى سموه في حلبة مرسى ياس للفورمولا أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.